في شأن آخر، تنفذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين تجربة الإخلاء في حالة الطوارئ، وذلك في مدرسة محمود عمر بحدائق الأهرام. ويحضر هذه التجربة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث ورئيس قطاع الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها وسكرتير عام محافظ الجيزة. كما يحضر أيضا خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعدد من قيادات الأمن في الوزارة. تهدف هذه التجربة للتدريب الميداني للطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس على إخلاء المدارس في حالات الطوارئ والكوارث. الآن معنا عبر الهاتف أستاذة أمينة خيري المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذة أمينة صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تفاصيل أكثر عن هذه التجربة، هي تجربة مهمة، يعني أعتقد أنها أول مرة تجرى مثل هذه التجربة، لو حضرتك طبعا تأكدين المعلومة أو تنفيها. لا يا فندم خالص، هي مش أول مرة ولا حاجة، بس هي ربما تكون أول مرة إحنا يعني كإعلام نسلط عليها الضوء. هي طبعا حضرتك عارفة ثقافة الوقاية من الأزمات والكوارث عموما يعني مش موجودة أوي في مصر، ولكن الحقيقة هي يعني في العام الدراسي الحالي بيتم تنظيم تجارب للإخلاء في المدارس الموجودة في جمهورية مصر العربية كلها، يعني طبعا نماذج من المدارس مش كل المدارس، المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة كمان للمعاهد الأزهرية. الحقيقة المرحلة الحالية هي بدأت مع شهر فبراير، في شهر فبراير هي بداية الفصل الدراسي الثاني، ومستمرة معنا لغاية آخر شهر مارس، وبتحدث في جميع أنحاء الجمهورية. التجربة اللي موجودة النهاردة طبعا في إحدى مدارسنا هي تجربة يعني هيتم تصويرها بالفيديو، لأن كمان في مسابقة بيتم تنظيمها من قبل مجلس الوزراء لأحسن عملية إخلاء. طبعا عمليات الإخلاء حيث عارفة بتتبع قواعد علمية وبتبقى منظمة وموضوعة مسبقا، وبيتم التدريب عليها سواء من قبل الطلاب اللي موجودين أو من قبل المعلمين والقائمين على أمر المدارس. جزء كبير في حالات الكوارث يعني لا قدر الله اللي بيحصل من الإصابات وغيرها بيكون بسبب التدافع، ويكون بسبب القلق أو الخوف الكبير اللي بيحصل بسبب عدم معرفة كيفية التصرف. فاللي بيحصل الحقيقة أن بيتم تدريب الطلاب والطالبات على ان لو حصل كارثه لا قدر الله بيتم التصرف ازاي، مع طبعا تحت اشراف المعلمين والاداريين. بيبقى في اماكن معينه، اماكن بالتجمع، حضرتك عارفه لما تروحي اي مثلا فندق كبير او شركه او مؤسسه بيكون في تعليمات الاخلاء، ودي تعليمات مهمه جدا الحقيقه. يعني احنا عاده احنا برضو ثقافتنا بنتجاهلها او بنعتبر انها يعني تحصيل حاصل مش مشكله، لكن هي مهمه جدا واحد يبقى عنده فكره ان هو نقط التجمع، نقاط التجمع هتكون موجوده فين، عمليه النزول وترك مبنى المدرسه بيحصل ازاي، سواء بالنسبه للكبار او الصغار. وزي ما بقول لحضرتك ان هذه التجارب بتتعمل في جميع انحاء الجمهوريه، في مدارس يعني بيتم اختيارها في شتى المحافظات. طيب بعيدا عن هذه التجربه استاذه امينه، موضوع مهم بيتعلق بوزاره التربيه والتعليم طبعا، وهو موضوع الثانويه العامه طبعا، اقتراب الامتحانات، وسواء كانت استعدادات او جداول او حتى تهيئه نفسيه للطلاب، لو تحدثينا اكثر عن هذه الجزئيه. تمام يا فندم، هي طبعا حضرتك عارفه بالنسبه للثانويه العامه هو خلاص تم وضع الجدول النهائي، وده طبعا مر ب يعني دي بالفعل كانت المره الاولى ان هو يتم طرح فيها مقترح الجدول على موقع الوزاره على شبكه الانترنت لمده اسبوع كامل، والوزاره تلقت مقترحات من حوالي 180 ألف طالب وطالبة. المقترحات اللي هي كانت ربما قابلة للتنفيذ تم وضعها في الاعتبار. بعد الأسبوع ده كمان عرض هذا المقترح للنقاش من قبل إدارات قيادات الوزارة وممثلين عن اتحاد طلاب مصر واتحاد أولياء الأمور. وبالفعل تم تغيير بعض النقاط يعني في الجدول، يعني مواد معينة، حضرتك عارفة في مواد معينة للطلاب بيشعروا انها يعني تحتاج فتره اطول في المراجعه قبل الامتحان، مواد زي الفيزياء بالنسبه للعلمي، مواد زي التاريخ والجغرافيا بالنسبه للادبي، وبالفعل انه تم اخذ هذا في الاعتبار، بحيث ان هذه المواد في مثلا الفيزياء قبلها ثلاث ايام ونصف، يعني يوم نصف يوم اللي هو
النصف اليوم المتبقي من الامتحان اللي قبله. طبعا فكرة التوتر احنا تاني للأسف هي جزء من ثقافتنا، ان الامتحانات مرتبطة بالتوتر والقلق والخوف، لكن الحقيقة ان الثقافة برضو بيتم تغييرها، وجزء على فكرة أساسي من عملية إصلاح التعليم طبعا اللي بينفذها دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان جزء من عملية الإصلاح هي إصلاح الثقافة. لما يكون امتحاناتنا مش بس مصير الطالب او الطالبه متوقف على امتحان بيتم عقده في يوم معين لمده ساعتين لمصيره بيتحقق على اساسها، لما يكون عندنا نظام ما يسمى بالنظام التراكمي ان شاء الله ابتداء من العام المقبل هيبتدي يطبق من العام المقبل، ده بيخفف من التوتر ان المتوسط الامتحانات كل سنه ابتداء من ثانيه ثانوي 8 امتحانات لكل ماده دراسيه، يتم اخذ افضل درجتين واخذ المتوسط بتاعهم، ده بيخفف التوتر. يعني بدل انا ما يكون مصيري متوقف على الساعتين اللي انا هقعدهم في لجنه الامتحان دي، لا الموضوع هيبقى اقل من حيث التوتر. هو النظام بشكل عام يعني يا استاذه امينه طبعا هيقلل من التوتر، وفكره كمان ان الطالب يجد نفسه، يعني دي حاجه مهمه. طيب انا يعني معلش اشكر حضرتك جدا على عباره يجد نفسه، لان يجد نفسه دي في عصرنا الحالي في سنه 2019 الطالب هيجد نفسه عن طريق ان هو طريقه مذاكرته وطريقه صحيح بحثه عن المعلومات مش وحتى طريقه عرض الاسئله وصياغه الاسئله دي ايضا هتكون مختلفه، وده اللي احنا بنتكلم عنه طول الوقت استاذه امينه في فكره طبعاً. تطبيق النظام الجديد في التعليم اللي طبعا بيعرضه او بيقوم به الدكتور طارق شوقي، لانه الفكره انه قديما كان الطالب يجد نفسه حتى بعد حتى ما يصل للمرحله الجامعيه ممكن جدا لا يجد نفسه، وحتى بعد ان يتخرج لا يجد نفسه في سوق العمل. معايش حضرتك صحيح التقاعد ما بيبقاش. طيب فاحنا طبعا بنتمنى ان احنا نشوف طبعا طلاب عارفين هم عايزين ايه من الصغر يعني. طيب في جزء تاني متعلق بالدبلومات الفنيه، لو حضرتك ايضا تكلمين عن الجدول والترتيبات والاستعدادات. هو طبعا الجداول بالنسبه للشهادات الفنيه دي يعني طبع فيها نفس الطريقه الحقيقه هذا العام، ان هي برضو طرحت للنقاش على الموقع الالكتروني. بالضبط طرحت للنقاش على الموقع الالكتروني، وبعد انتهاء فتره النقاش وتلقي المقترحات على الموقع برضو اتبعت نفس الخطوات، ان تم برضو طرحها للنقاش مع ممثلين عن الطلاب. وطبعا حضرتك عارفه ان الشهادات الفنيه هي يعني شهادات يعني في تخصصات، عدد كبير من التخصصات، احنا بنتكلم عن 2000 ماده وده عدد كبير جدا، احنا عندنا تخصصات الفندقيه والزراعيه والصناعيه والتجاريه الى اخره. وتم بالفعل وضع الاعلان عن الشكل النهائي للامتحانات الشهادات الفنيه. وعايزه بس اقول هنا الحقيقه ان مصر بدات مرحله تغيير حقيقيه قلبا وقالبا فيما يختص بالتعليم الفني والتعليم المهني، يعني بدءا بالمدارس الجديده التي تم افتتاحها، وعدد كبير من دول العالم اللي احنا دايما بنبص لها ان احنا نفسنا نبقى زيها في التعليم الفني، ايطاليا، الصين، المانيا وغيرها من الدول الحقيقه ضالعه، اصبحت ضالعه جدا، عندنا نماذج هايله من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. صحيح. ودي كلها الحقيقه وحتى الوعي، مساله الوعي بانه ده شيء مهم جدا، مش معنى ان هو مش ثانويه عامه صحيح ان هو ما يكونش على نفس الدرجه او على نفس المستوى، لكن يعني كل المهن مطلوبه وكل المهن بتخدم المجتمع. انا عايزه اقول لحضرتك ان حاليا كمان الوزاره وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني عندنا برنامج كبير جدا لتغيير الصوره الذهنيه، مش تحسين، تغيير الصوره الذهنيه. لان الحقيقه قريب جدا 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 حضرتك هتلاقي ان خريجي المعاهد الفنيه المتخصصه هم الحقيقه اللي بيلاقوا فرص، على هم مش بيلاقوا، هي فرص العمل اللي بتلاقيهم ودافع عليها. صحيح. اللي بيتم اختطافهم من يعني من المعاهد والمدارس اللي هم بيدرسوا فيها. ليه؟ لان هم بيتم تدريبهم حقيقه وليس مجرد ان هو ما فلحش زي ما كنا بنقول في التعليم العام فالتحق بالتعليم الفني. صحيح. لا هو حاليا بيحدث عمليه تغيير قلبا وقالبا، سواء من حيث المحتوى او من حيث الصوره الذهنيه اللي هي ينبغي ان تتغير لما الناس احنا كمصريين هنشوف ان ابننا او بنتنا طالع من
هذا النوع من التعليم وهو مؤهل تماما وعنده سكيلز او مهارات حياتيه وتدريبيه ومهنيه. هم بيسموها على فكره في التعليم الفني جدارات، بمعنى ان هي مهاره جديره بان هو يعمل في مجال معين عقد تخرجه. فده الحقيقه يعني بشرى طبعا اخرى لينا كمصريين. صحيح. طيب قبل ما نختم الملف بتاع الخاص بالامتحانات، كان في خطاب وزارة التربية والتعليم أصدرته للمديريات كافة على الصف الأول الثانوي، تحديدا الصف الأول الثانوي. هل في أي ملاحظات عند حضرتك أو في أي تفاصيل طبعًا حضرتك تقولها لنا؟ تفضل. طبعا يا فندم، طبعا احنا عارفين كلنا أن الصف الأول الثانوي هذا العام هو نجم الموسم أو نجم موسم الامتحانات. ليه؟ لأنه طبعا هذه المرحلة وطلاب وطالبات هذه المرحلة اللي عددهم حوالي 580,000 طالب وطالبة، اللي هم الجيل الأول اللي بيتم تطبيق عملية الإصلاح التعليم، إصلاح التعليم من حيث الفكر، لأن احنا بنتكلم عن نفس المناهج ولكن بتوجه مختلف وبثقافة مختلفة. اتكلمنا تاني عن موضوع التابلت، هي الامتحانات اللي هتبدأ، امتحانات الصف الأول الثانوي هتبدأ يوم 24 مارس، يعني أيوة. كمان كم يوم. دي امتحانات مهمة جدا، وتاني بنكرر، والدكتور طارق شوقي الحقيقة كتب وقال وصرح أكثر من مرة، هذه الامتحانات التدريبية للأولاد، للولاد والبنات اللي هيمتحنوا، لأن هم هيمتحنوا على التابلت فعليا. كل المشاكل اللي احنا كنا بنتكلم عنها وكل نقاط القلق اللي كانت عند أولياء الأمور وعند الطلاب والمعلمين، طب لو الكهرباء قطعت، طب لو في مشكلة فنية، الحقيقة إن الوزارة حطت خطوات يعني تقينا هذه الشرور، بدءا بتوزيع السيم كارد أو الشرائح بيتم استخدامها مع التابلت، سواء في المدارس اللي ربما البنية التحتية فيها لم تكتمل بعد، أو الغالبية العظمى على فكرة المدارس اكتملت البنية التحتية الخاصة بالتوصيل، تبقى متاح لها الاتصال بالواي فاي، ومرورا به ان كل مدرسه فيها اختصاصي فني لعلاج هذه المشاكل. وطبعا وارد ان ربما تحدث بعض المشاكل، لكن اللي احنا نتوقعه والخطوات اللي تم اتخاذها هي خطوات مدروسه جيدا بطريقه يعني مهنيه جدا. الحاجه الثانيه الحقيقه ان احنا برضو كوزاره بنطالب وبنناشد أولياء الأمور إن هم لا يعني يساهموا في قدر أكبر من التوتر، هم يسيبوا أولادهم إن هم يخوضوا هذه التجربة. صحيح. الامتحانات في شهر مارس وشهر مايو كمان امتحانات الدرجات بتاعتها غير محسوبة في هذه المرحلة. كمان امتحانات نهاية العام على فكرة هي رسوب ونجاح، يعني مطلوب بس من الطالب إن هو ينجح في هذه المادة، وبيتم اعتباره اوتوماتيكيا بعد كده منقول الى الصف الثاني الثانوي. الصف الاول الثانوي هذا العام في جمهورية مصر العربية هو سنة تجريبية، السنة كلها. ليه؟ لان هي خضعت للاصلاح بدءا بالتابلت، مرورا بطريقة المذاكرة، انتهاءا بطريقة الامتحان على التابلت. وزي ما حضرتك قلتي نقطة مهمة من شوية، ان الاسئلة نفسها هي الاسئلة غير تقليدية، هي الاسئلة تواكب عملية الاصلاح. طيب اخيرا انا هاخد من كلام حضرتك قبل الكلام الاخير اللي حضرتك قلتيه والمتعلق بالتوجيهات لاولياء الامور، مش بس للمرحله او للصف الاول الثانوي، لكن طبعا حضرتك بتبقي موجوده معانا دايما، واحنا عارفين ان وزاره التربيه والتعليم بتحضر ربما باكبر كم من الشائعات واكبر كم من المعلومات المغلوطه على صفحات التواصل الاجتماعي. بما ان حضرتك موجوده واحنا بنتكلم عن الامتحانات، عايزة حضرتك تنشدي المواطنين وأولياء الأمور والأمهات تحديدا من هذه الفكرة تحديدا، أو توضح لهم بعض الحقائق الخاصة بهذه الفكرة، مسألة أنهم ينجرفوا وراء معلومات مغلوطة. صحيح فندم، يعني وبرضه طبعا بشكرك ان حضرتك يعني اتكلمتي في هذه النقطة. احنا الحقيقة بنناشد أولياء الأمور، واحنا كلنا أولياء الأمور، وأنا أم مش بتكلم من فراغ، ان احنا عندنا السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي دي اداه جيده جدا ان احنا نتواصل مع بعض ونتبادل المعلومات، ولكن ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي معلومات. اللي احنا بنناشد اولياء الامور وبنناشد الطلاب وبنناشد المعلمين واي حد مهتم بالعمليه التعليميه، ان لما يكون بيبحث عن معلومه خاصه بوزاره التربيه والتعليم او معلومه خاصه بالامتحانات او بابنائه في مراحل التعليم المختلفه، ان هو يتاكد من صحتها. وعلى فكره التاكد من الصحه دي عمليه مش صعبه، يعني مش معنى ان انا ليا زميله او صديقه ام او ولي امر
كتب معلومة أو كتب بعض السطور على مجموعة على الواتساب أو فيسبوك أو على تويتر إن أنا أخذ أمر مسلم به. لا، أنا عندي دلوقتي أدوات كثيرة جدا للتأكد من المعلومة، عندي موقع الوزارة الرسمي، عندي وسائل الإعلام الكثيرة، وحضراتكم مشكورين الحقيقة مش مقصرين خالص، يعني في فقرات يومية ومداخلات يومية وحضور يومي للوزارة على وسائل الإعلام التقليدية، والتقليدية هنا أنا أقصد بيها اللي هي الموثوق فيها، اللي هي الناس اللي بتعمل شغلها وتتأكد من الأخبار قبل نشرها. فدي الحقيقة للمصلحة العامة، يعني ده مش حماية للوزارة، لا هي دي للمصلحة العامة، لأن بالعكس هي حماية ليهم هم من التوتر ومن القلق ومن إن هم يفضلوا عايشين في ضغط عصبي، يعني كفاية ضغط الامتحانات يعني. صحيح، هو احنا عايزين نبتدي نفصل العلاقة اللي هي الضرورية دي اللي ما بين القلق وما بين الامتحانات. طبعا القليل من القلق لا يضر، علشان ان احنا نبقى حاسين ان احنا مقبلين على حاجة احنا عايزين نأدي فيها بأحسن شكل ممكن، لكن التوتر المرضي اللي هو بيصيب بعض ولادنا بوجع البطن والصداع والدوخة وعدم القدرة على التركيز، ده شيء مرضي، وهو العدوى القلق معدي. يعني انا لما اكون قاعد في بيئه قلقه ومتوتره وفي تنشن كده زياده عن اللزوم، انا غصب عني ساشعر بنفس القلق. هم الطلبه نهدى شويه. ايوه، الطلبه بيدخلوا الامتحان وخصوصا طبعا مرحله الثانويه العامه بيعدوا بعض، ده حقيقي فعلا، وبيكون اصلا نتيجه تراكمات لمعلومات غلط سمعوها، حتى يعني حتى كلام غلط عن الامتحان يعني بيكون اكيد كله صحيح. نتيجه معلومات مغلوط. أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جدا يا فندم لحضرتك، أستاذة أمينة خيري المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم.